دلوقتي هنتكلم على اسباب تغيير السليف ست. السليف ست بيتكون من الترس زائد السوست اللي جواه. امتى بنحتاج ان احنا نغير السليف ست؟ بنغيره في حالتين، اما ان الاسنان بتاعت الترس كسرت او اترمت، او ان السوست اللي جوه اللي هنشوفها في الفيديو اللي جاي اتقطمت او حصل لها ديفورميشن.